الظهيرة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. عراك بالأيدي بين نواب كرد ونائبة عن دولة القانون في البرلمان العراقي بعد مطالبات بإقالة الرؤساء الثلاثة. السوريون يواصلون الاقتراع في الانتخابات التشريعية، والأسد يرى في حماسة المشاركين ردا على الإرهاب. الأمن الأردني يخلي مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان ويغلقه بالشمع الأحمر. مع الجماعة لا نعرف المبررات ولا الوافعة السياسية، لكن ما في شك ولا غائب عن الكل أن الجماعة تتعرض لضغوطات حكومية. إحنا ما فرطناش في حق لينا، ودينا حق الناس. السيسي يؤكد أنه لم يعطي ذرة رمل مصرية للسعودية، وأن الهدف من الحملة هدم قدرة الدولة وإفقادها معنوياتها. تتواصل في البرلمان العراقي أعمال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بناء على الطلب الذي تسلمه مساء أمس من 61 نائبا لعقد الجلسة. هذا وقد قدم 170 نائبا طلبا لتغيير الرئاسات الثلاث. الجلسة شهدت مشادة كلامية تطورت لعراك بالأيدي بين نواب كرد ونائبة عن دولة القانون على خلفية المطالبة بإقالة الرؤساء الثلاثة. وكان النواب المعتصمون في البرلمان قد أعلنوا أن خطوة الاعتصام ثورة ضد المحاصصة التي يراد إنتاجها عبر الحكومة الجديدة بحسب وصفهم. نحن النواب المعتصمون نعاهد الشعب العراقي على أننا نمضي في الإصلاح الشامل، نمضي في رفض المحاصصة الطائفية، نمضي في محاربة الفساد والدواعش، بل نحن في خندق واحد. في خندق واحد اليوم النواب المعتصمون في هذه القبة خيمة الشعب العراقي أرادوا أن يصطفوا مع الشعب، ونحن رسمنا خارطة الطريق للإصلاح الشامل من خلال إعادة تشكيل الرئاسات الثلاث، لأن وثيقة المحاصصة التي وقعت عليها الرئاسات الثلاث لم يبقى مجالا إلا بإزاحتها جميعا. معي الآن مباشرة من بغداد مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، ما الذي جرى في البرلمان العراقي اليوم؟ نعم كمال، ما جرى في البرلمان العراقي هو أن النواب الذين اعتصموا منذ جلسة يوم أمس التي كانت مقررة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي ويتم فيها طرح أسماء وسير ذاتية لوزارة من التكنوقراط، اعتصم النواب على اعتبار أنهم وجدوا أن ما قدم من أسماء وسير ذاتية هو عبارة عن مخاصصة بين الكتل السياسية، هي من رشحت الوزراء لحكومة العبادي، وبالتالي هذه الوزارة بحسب رؤية المعتصمين ليست وزارة تكنوقراط. امتدت الجلسة واعتصم عدد من النواب في قاعة البرلمان وباتوا ليلهم فيه، واستمر الاعتصام حتى اليوم. وكان طلبهم الذي وقعه 61 نائبا بعقد جلسة طارئة قد أجبر رئيس البرلمان سليم الجبوري على الحضور إلى المجلس والاتفاق على عقد جلسة عند الساعة 1 بعد انتصاف اليوم. حضر الجبوري وسبق حضوره إعلان من مكتبه بأنه ما من رجعة عن طريق الإصلاحات في البرلمان العراقي. وبالتالي ذهب الرئيس الجبوري لعقد جلسة طارئة تطورت فيها الدعوات من قبل البرلمانيين، بدل أن يكون الاعتصام من أجل تقديم تشكيلة وزارية تكنوقراط إلى إقالة الرئاسات الثلاث بطلب قدمه النائب مشعان الجبوري موقع من عدد من النواب. طبعا وصل عدد الحضور إلى 174 نائبا، وكان الطلب قد قدم لرئيس المجلس. طبعا سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي وجه دعوة للرئيس العراقي فؤاد معصوم لحضور جلسة مجلس النواب العراقي على اعتبار أن عدد من النواب طالبوا بحضور رئيس الجمهورية من أجل دراسة إمكانية إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وإعادة إنتاج الرئاسات الثلاث وفق مبدأ التكنوقراط حسب تعبير المعتصمين. حتى هذه اللحظة رفعت الجلسة لمدة ساعة بعدما تطور فيها المشهد إلى عراك بين النائبة عليا نصيف وعدد من نواب القوى الكردستانية لأسباب تتصل بالطلبات التي قدمت والتي تشعبت ما بين حكومة تكنوقراط وإقالات الرئاسات. نعم كمان. أشكرك جزيل الشكر عبد الله بدران مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من بغداد.
الحفر وشبكات الأنفاق أسلوب أساسي لعناصر داعش في مناطق احتلها التنظيم للتسلل واختباء مسلحيه. كاميرا الميادين دخلت إلى بعض الأنفاق التي انسحب منها تنظيم داعش في القرى التي حررتها قوات الحشد الشعبي واللواء التركماني على أطراف قصبة بشير جنوب كركوك. تقرير محمد الفهد. الأنفاق أسلوب بات يتبعه تنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها، فهذه الأنفاق وبأطوال مختلفة تشكل طرق ومراكز التنظيم في باطن الأرض للتخفي والهروب. هنا ومن هذه الحفر والمخابئ وإليها يتسلل عناصر داعش للتحرك بين مواقعه داخل قصبة البشير جنوب كركوك. عمليات البحث عن هذه الأنفاق والخنادق تستمر بعد تحرير القرى والقصبات لاحتمال اختباء بعض العناصر فيها، ولا سيما الانتحاريين منهم، فضلا عن احتمال احتوائها على الأسلحة والمتفجرات. كل هالمناطق، كل البيوت بها أنفاق، يعني لا نفق ولا نفقين، ونعد عدة أنفاق، وطبعا عثرنا على ما اعتدى بها للوحاديات مالتهم وعتاد خفيف مال بكيسي. ربط المنازل والنقاط الدفاعية لداعش بممرات تحت الأرض أهم ما عثر عليه الحشدان الشعبي والتركماني هنا في هذه القرية التي تقع على أطراف قصبة البشير. فعلى الرغم من القصف الجوي والبري استطاع بعض عناصر داعش الهروب بواسطة هذه الخنادق والإفلات من الاستهداف. البشير بها نفق كبير، يعني يمكن اقدر اقول لك طول 5 كيلوات، ما ادري ايش قاعد يعني نفق ايه على طولنا، يعني على طول واحد يقدر يمشي بها. هسه حاليا موجود النفق، هم هسه حاليا قاعد يستخدمونه. طرق مختلفة ووسائل متعددة يضعها تنظيم داعش ضمن خياراته الميدانية في محاولة منه لكسب المعركة، لكن هذه المحاولات وبحسب القادة الميدانيين لا تصمد طويلا، وهذا ما أثبتته معارك تحرير المناطق في فترات سابقة. محمد الفهد من أطراف قصبة البشير جنوب كركوك، الميادين. رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن الشعب السوري يخوض حربا عمرها 5 سنوات، تمكن الإرهاب من خلالها من سفك الدماء البريئة وتدمير الكثير من البنى التحتية، إلا أنه فشل في تدمير الهوية الوطنية. الأسد عقب إدلائه وعقيلته بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب قال أن الشعب السوري كان واعيا في السنوات الماضية لهذه النقطة، لذلك رأينا الحماسة لدى المواطنين للمشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما نراه اليوم أيضا من خلال المشاركة الواسعة. عم نخوض حرب عمرها 5 سنوات، وهالحرب لا تتعلق فقط بموضوع الإرهاب، لأنه الإرهاب فشل خلال السنوات الأولى في تحقيق الأهداف المخططة له. صحيح تمكن الإرهاب من تدمير الكثير من البنية التحتية، تمكن الإرهاب من سفك الكثير من الدماء، لكن لم يتمكن من تحقيق الهدف الأساسي اللي وضع له، وهو ضرب البنية الأساسية في سوريا، البنية الاجتماعية، الهوية الوطنية. لذلك المشغلين والأسياد المسؤولين عن الإرهابيين تحركوا باتجاه موازي تحت عنوان سياسي، هدفه الأساسي هو ضرب هالبنية الاجتماعية وضرب الهوية الوطنية اللي بيعبر عنهم الدستور. لذلك الشعب السوري كان واعي خلال السنوات الماضية لهالنقطة هي، ورأينا حماس بالمشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة سواء كانت رئاسية أو تشريعية. رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي ووزير الخارجية وليد المعلم أدليا بصوتيهما في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة دمشق. وقد أكد الحلقي عقب إدلائه بصوته أن المشهد الانتخابي في سوريا اليوم بالتوازي مع إنجازات الجيش دليل على حيوية الشعب السوري وإصراره على بناء الوطن. بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله.
مشهد سياسي، مشهد جميل، مشهد وطني رائع تكتمل صورته اليوم بهذه الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى اللوحة الأكثر تكاملاً من خلال الإنجازات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري على كل المسارات، وأيضاً من خلال استئناف عملية الحوار السوري السوري في جنيف، مسيرة الأعمار التي انطلقت في كثير من القطاعات. من يقولون بأن انتخابات شرعية أو غير شرعية، أنا أقول لهم بأن شعبنا وجه رسالته لهم بأنه هو صاحب القرار في تحديد مستقبله، ولا يحق لأي جهة كائنا من كان أن تقول هذا شرعي وغير شرعي أمام إرادة الشعب السوري. في غضون ذلك، يواصل الناخبون في سوريا الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها أكثر من 3000 مرشح لاختيار 250 عضوا من جميع المحافظات لعضوية مجلس الشعب الجديد. عملية التصويت تستمر حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، ويجوز بقرار من اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لخمس ساعات. ننتقل مباشرة إلى شبكة مراسلين في سوريا من دمشق، مديرة مكتب الميادين ديما نصيف، وأيضا من حلب شمال سوريا مراسل الميادين عبد الله ظاهر، ومن حمص في الوسط مراسل الميادين طارق علي. أبدأ معك ديما نصيف، حيث سير العملية الانتخابية في العاصمة مع ما سمعناه قبل قليل من مواقف سياسية مرافقة. نعم كمال، طبعا يعني سير العملية لم تكن يعني بوتيرة واحدة منذ ساعات الصباح، كان هناك حضور أو إقبال ربما متواضع نسبيا في ساعات الصباح الأولى، اشتد هذا الحضور في هذا الوقت من النهار يعني في ساعات الظهر وقبل الظهر بقليل. طبعا هناك مراكز كبيرة احتشد فيها عدد كبير من الناخبين، خاصة المراكز القريبة ربما من الموظفين أو من طلاب الجامعات أو المدارس، هذه مراكز استقبلت عدد كبير من الناخبين، لكن هناك مراكز أيضا يعني كانت أقل استقبال لأعداد الناخبين. طبعا يعني كما هو واضح سواء من التصريحات لرئيس الحكومة أو لرئيس الأسد أو حتى للوزير المعلم، بأن هناك رسالة تود دمشق أن توجهها بإجراء هذه الانتخابات، بأن الدولة لا تزال موجودة، الدولة تقوم باستحقاقاتها الدستورية، وهي أيضا يعني وطبعا مجلس الشعب بغض النظر عن موقعه أو حجمه في المشهد السياسي السوري، لكنه أيضا استحقاق دستوري لا يمكن للدولة السورية أن تتجاوزه بموجب الدستور السوري الحالي. وطبعا هذا ثاني دور تشريعي أو ثاني برلمان سوري في ظل الدستور الذي وضع في العام 2012. طبعا قبل هذا يعني فقط نود توضيح أمرين مهمين، أولا بأن الدولة السورية بكل مؤسساتها الإعلامية قد حشدت بشكل كبير جدا لهذه الانتخابات، يعني منذ شهر تقريبا وكل وسائل الإعلام والصحف السورية هي يعني في حالة تعبئة إن صح التعبير إعلامية من أجل ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات ودعوة الناس إلى المشاركة يعني والإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات. أيضا كما شاهدناه منذ ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى اليوم، الإجراءات الأمنية المشددة على كل الحواجز، لا أدري في بقية المحافظات كيف كان المشهد الأمني، لكن في دمشق على الأقل كان هناك تدقيق يعني مهم جدا وإجراءات أمنية يعني كانت شديدة الحذر، يعني في تفتيش السيارات والمارة وأيضا يعني لمن يدخل ولمن يخرج من العاصمة، من أجل طبعا أن يكون هذا الحدث أو هذا الاستحقاق محمي إلى حد كبير وأن يتم في جو أمني هادئ. طيب. ومستقر ربما يسمح بشكل أكبر توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. نعم ديما، احتمالات التمديد حتى اللحظة ليس هناك من أي مؤشر إذا كان يعني يمكن أن يكون هناك تمديد. طبعا كما قلت لك أعداد الناخبين ازدادت يعني في هذه الساعات الأخيرة، لكن ربما يكون هناك تمديد في يعني كما يوجب أو كما يمنح الدستور لرئيس اللجنة القضائية العليا بأن يمدد لساعات الليل المتأخرة، لكن حتى اللحظة ليس هناك من أي مؤشر بأنه يمكن أن يكون هناك تمديد. كما تعلم أيضا كمال يعني بأن هناك
انسحابات كبيرة كانت قبل أن تبرم هذه الانتخابات، يعني من 11 مرشحا انسحبوا إلى حوالي 3500 مرشح. طبعا قالت المصادر الرسمية بأنها بسبب صعوبات تقنية أو بسبب أسباب أمنية أو حتى بسبب صعوبات مالية بعدم قدرة المرشحين لتمويل حملاتهم الانتخابية. لكن مع هذا العدد ربما الأقل نسبيا بشكل كبير جدا عن عدد المرشحين طيب في بداية الحملات الانتخابية، ربما يكون كافي هاي 12 ساعة يعني المحددة لوقت الانتخاب. طيب نذهب أيضا لحلب وإلى عبد الله ظاهر لنرى الصورة من هناك. حلب استثناء، كانت عبد الله بدائرتين انتخابيتين الوحيدة ربما من ضمن الدوائر الانتخابية 14 في المحافظات السورية. صحيح، حلب ليست في الدائرتين استثناء في هذه الانتخابات. حلب تعيش يوما استثنائيا، الجميع هنا توافدوا منذ الصباح إلى صناديق الاقتراع في المراكز التي حددتها المحافظة. كانت حركة الانتخابات والإقبال على صناديق الاقتراع خجولة في الصباح وهو معتاد في أيام الانتخابات، ارتفعت وتيرته منذ الساعة 9 والعاشرة صباحا ووصلت إلى الذروة عند 1 والثانية بعد الظهر. من المتوقع كمان وكما في كل الانتخابات أن تزداد نسبة المقترعين والناخبين القادمين إلى مراكز الاقتراع في ساعات العصر وقبيل إقفال باب الاقتراع وقبيل ساعة الاقتراع عند الساعة 7. المؤشرات تشير كمال إلى أن هنا في حلب من الممكن جدا أن تمدد فترة الاقتراع إلى الساعة 12 من منتصف ليل الأربعاء الخميس، أي تمدد 5 ساعات. لو سمحت لي كمال، لدي بعض الأرقام الرسمية التي حصلنا عليها لأعداد الناخبين. أولا في مدينة حلب أعداد الناخبين بلغت حتى الساعة 50772 ألف ناخب. في ريف حلب يعني أرياف مناطق أرياف حلب 29608 ناخب، المجموع يبلغ 80380 ألف ناخب في مختلف محافظة حلب. وأود الإشارة أيضا أن محافظة إدلب أو النازحين من إدلب الذين هم موجودون في حلب لديهم 7 مراكز موزعة عليها 7 صناديق انتخبوا وبلغ عددهم حتى الساعة 829 ناخب. في آخر رسالة كنا ذكرنا أن أعداد الناخبين وصلت إلى نحو 50,000. في هذه الرسالة الأعداد ارتفعت نحو 50,000 ناخب ما بين الساعة 12 ظهرا حتى الآن. نعم، هذه الأرقام غير رسمية طبعا عبد الله، يعني بانتظار النتائج وأن يعلن عن كل دائرة. بالتأكيد كمال هي بالتأكيد هي ستزداد مع الوقت يعني، ومن المنتظر أن يكون فترة العصر والمساء وقبيل إقفال الصناديق نشهد يعني إقبالا كبيرا من المواطنين. واللافت يعني إذا الكاميرا تظهر لنا المشاركة الشابة يعني التي طبعت هذه الانتخابات. نحن قمنا بجولة كمال على مختلف الكليات هنا في جامعات حلب، بدأنا من الكلية الزراعية ثم كلية الهندسة المدنية والآن في كلية الهندسة المعمارية. المشاركة الشابة للطلاب الجامعي كانت لافتة، يعني هذا يؤشر إلى أن الشباب الجامعي كان ينتظر هذه الفرصة لإيصال صوته عبر صناديق الاقتراع. معي هنا لو سمحت إحدى الطالبات كمال، إذا كان لدينا وقت باختصار دقيقة واحدة، ماذا تنتظرين من هذه الانتخابات ونتائجها؟ نحن بهالانتخابات عم نأكد للكل أنه نحن موجودين، نحن كشعب سوري موجودين لنحقق الديمقراطية يلي بتمناها كتير من الشعوب في العالم. بهالاستحقاق الدستوري عم ننتظر أنه المرشحين يوصلوا صوتنا لمجلس البرلمان، لمجلس الشعب، يكون هني صوتنا، هني صورة الشعب في مجلس البرلمان، يكونوا الصورة الحقيقية والمرآة الحقيقية له. شكرا لك. طيب عبدالله تسمح لنا لك كمال. هذا كل ما لدينا. انتقال من حلب شمالا إلى حمص وسط سوريا وطارق علي من هناك. حمص أيضا إذا قلنا أنه حلب استثناء بالدوائر أو كمدينة كثاني أكبر مدينة في سوريا، حمص هي الأولى وأيضا لديها استثناء يتعلق بالوضع العسكري والأمني في حمص الذي عانت منه المدينة كثيرا. كيف تجري عمليات الاقتراع وهل هناك فعلا نوع من التحسب لأي اختراقات أمنية كالتي جرت في الأشهر الماضية؟
نعم كمال، يعني نحن الآن في أحد المراكز الانتخابية تحديدا في حي كرم الشامي، الآن يعني انخفض قليلا عدد الناخبين بينما كان قد وصل الذروة هنا تماما قبل الساعة في الثانية ظهرا، وبعموم المحافظة يعني ذروة الناخبين المقترعين كانت ما بين 12 ظهرا والثانية ظهرا. طبعا قبل قليل علمنا من مصادر في اللجنة القضائية بأن عدد الناخبين في مدينة حمص وصل إلى نحو 165 ألف ناخبا من أصل 800 ألف ناخب حق لهم الاقتراع، وهو رقم جيد بحسب مصادرنا حتى هذه الساعة، في حين يتوقع أن يكون هناك إقبال أيضا مع ساعات العصر وتزامن مع إقفال الصناديق. طبعا يعني تواجد المقترعين أو الناخبين هو متباين ومتفاوت بين منطقة وأخرى تبعا للكثافة السكانية من جهة أو القوائم الموضوعة من جهة أخرى. كمال بطبيعة الحال يعني قبل قليل وفي رسائل سابقة كنا في الجامعة ربما احتلت صدارة المشهد الانتخابي في مدينة حمص، يعني بلغت ذروة الانتخاب هناك في جامعة البعث في حمص. كمال طارق شكرا جزيلا لك. طارق علي من حمص، عبد الله ظاهر، حلب، دمناصيف، دمشق، شبكة مراسلينا، سنكون معكم طبعا في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات التشريعية في سوريا. شكرا لكم جميعا. وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف لفت إلى أن الانتخابات السورية الحالية ضرورية لتجنب حدوث فراغ دستوري. لافروف أشار إلى أن الانتخابات ليست بديلا للعملية السياسية التفاوضية، ودعا الأطراف السوريين إلى الاتفاق على دستور جديد بشأن رؤيتهم للكيانات اللازمة لضمان انتقال راسخ لنظام جديد. وأوضح لافروف أن هناك تفاهما بشأن صدور دستور جديد كنتيجة لهذه العملية السياسية تجري على أساسه انتخابات مبكرة. ونائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أكد أن موسكو لم تناقش أي خطة أمريكية بديلة بشأن سوريا، وأن الحديث عن وجودها يعد خيبة أمل. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد أفادت بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عدت خطة خاصة لتسليح المعارضة السورية في حال فشل الهدنة. وفي الشأن السوري أيضا، وصل وفد الرياض للمعارضة السورية إلى جنيف للمشاركة في جولة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ رسميا اليوم. وضم الوفد رئيسه أسعد الزعبي ومحمد علوش وسهير الأتاسي وغيرهم. وامتنع أعضاء الوفد عن الإدلاء بأي تصريح لدى دخولهم إلى مقر إقامتهم. ومن المقرر أن يكون قد وصل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دمستورا إلى جنيف آتيا من إيران، فيما من المنتظر وصول وفد الحكومة السورية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية. معي الآن مباشرة من جنيف مراسل الميادين موسى عاصي. التحضيرات للجولة المقبلة موسى كيف تبدو في مقر الأمم المتحدة في جنيف؟ نعم، كل شيء جاهز حتى الآن في مقر الأمم المتحدة في جنيف بانتظار الجلسة الأولى التي ستعقد في 5:30 عصر اليوم بتوقيت جنيف بين وفد المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض والسيد ستيفان دمستورا المبعوث الدولي الخاص لحل الأزمة السورية. هذه اللقاءات هي لقاءات تحضيرية من أجل قبل بدء المفاوضات بشكل فعلي يوم الجمعة المقبل مع وصول الوفد الحكومي القادم من دمشق برئاسة السيد بشار الجعفري سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. هذه المشاورات في هذه الجولة تجري على تحت عنوان وضعه ستيفان دمستورا خلال الأيام الماضية، كرره مرات عدة، وأيضا تحدث عنه أمس في مداخلته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك. هذا هو العنوان العريض، هو كيفية الانتقال السياسي أو عملية الانتقال السياسي من دون أن يحدد الحديث عن هيئة حكم انتقالي أو حكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة، إنما طرح عنوانا عريضا، عنوانا عاما لهذه المحادثات. لكن بحسب الأوساط الدبلوماسية هنا في جنيف فإن صعوبة الولوج الحديث أو الحوار حول هذا العنوان العريض والعنوان الشائك بسبب يعني إصرار الفريقين كل على موقفه المبدئي وعلى أولويته بالنسبة لمسألة الانتقال السياسي، فإن الحوار خلال هذه الفترة سيجري تحت عنوان أو سيتناول عنوان آخر، هو عنوان تحضير
تغيير الدستور السوري الذي سيحكم البلاد في المرحلة اللاحقة والذي سيمهد للانتخابات التشريعية والرئاسية بحسب بيان فيينا بعد 18 شهرا. بالنسبة للحوار المباشر بحسب تمنيات ستيفاني مستورة هذه المسألة لن تحصل خلال هذه الجولة. الكل يؤكد بأن لا يزال الوقت باكرا لحوار مباشر، خصوصا وأن الوفد الحكومي السوري يصر على أن يكون هناك وفد معارضة موحد يجمع جميع أطياف المعارضة، في حين الوفد القادم من الرياض يصر على أنه يمثل جميع أطياف المعارضة وبالتالي يستبعد منصتي القاهرة وموسكو وأيضا المعارضة الداخلية. وهذه هي عقدة المسألة التي تحول دون انعقاد جولات بشكل مباشر. اليوم مع وصول وفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض وعدم التصريح بأي شكل من الأشكال حول مسار هذه المشاورات، علمنا من أوساط مقربة من هذا الوفد بأن هناك تحذير واضح للأمم المتحدة بمقاطعة الحوار في جنيف في حال يعني تم هجوم القوات السورية الحكومية على مدينة حلب. إذا هناك تحذير من قبل المعارضة القادمة من الرياض بمقاطعة الحوار وبوقف هذا الحوار والانسحاب منه في حال تم الهجوم على حلب. أشكرك على كل هذه المعلومات موسى عاصي مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من جنيف. ميدانيا في سوريا تحتدم المواجهات في منطقة العيس بمحيط خان طومان في ريف حلب الجنوبي. المعارك التي وصفت بالعنيفة تدور بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى. من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن الجيش تقدم في بعض النقاط، فيما تستمر المواجهات التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. في مخيم اليرموك جنوب دمشق تحدثت تنسيقيات المسلحين عن تجدد الاشتباكات بين تنظيم داعش وجبهة النصرة على محور حارة الجاعونة. الاشتباكات مستمرة وسط تقدم داعش في محيط دوار فلسطين بعد السيطرة على مربع النصرة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. في غضون ذلك أطلق من بقي من أهالي المخيم نداء طلبوا فيه الطرفين بوقف القتال بينها 6 ساعات حتى يتمكن المدنيون العالقون في أماكن الاشتباك من الخروج إلى أماكن آمنة. أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية مقتل جنديين اثنين في خلال العمليات الجارية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد. إلى ذلك أفادت مصادر محلية بسقوط صاروخ جديد على مدينة كيليس الحدودية مصدره الأراضي السورية. مصادر أمنية تركية أكدت أن الجيش التركي رد بإطلاق النار داخل سوريا. هذا وتوفي مواطن تركي جراء إصابته في سقوط صاروخين على كيليس أمس، ليرتفع عدد الذين لقوا حتفهم إلى 2. أخلى الأمن الأردني اليوم مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقه بالشمع الأحمر وفق ما أفاد به المحامي في الجماعة عبد القادر الخطيب. العلاقة بين السلطات الأردنية والجماعة تأزمت، وخصوصا مع منح السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين في آذار مارس من العام الماضي تضم مفصولين من الجماعة الأم. هي خطوة تصعيدية مع الجماعة، لا نعرف مبرراتها ولا دوافعها السياسية، لكن ما في شك ولا غائب عن الكل أن الجماعة تتعرض لضغوطات حكومية وتتعرض لتضييقات هنا وهناك، ويطلب منها دائما عمل غير مناسب. هذه التصرفات الحكومية مجافية للقانون، مجافية لما يدعون من شعارات في الحوار وفي الديمقراطية وفي الانفتاح السياسي. حول هذا القرار للأمن الأردني معي الآن مباشرة من عمان مراسل الميادين معتز القيسية. معتز، خلفيات هذا القرار الرسمي الأردني وردود الفعل عليه من قبل الجماعة حتى هذه اللحظة. يعني بداية اتخاذ مثل هذا القرار تم عن طريق محافظ العاصمة الأردنية عمان، الذي وجه بيانا قبل أسبوع أو قبل أسبوعين تحديدا لجماعة الإخوان المسلمين الأم
يحذرها من القيام بعملية الانتخابات الداخلية للجماعة التي كان من المقرر أن تجري قبل أسبوع. الجماعة دعت كوادرها وأعضائها لعملية الانتخابات لتحديد أعضاء مجلس الشورى والمكتب التنفيذي وأيضا انتخاب مراقب عام. هذا القرار الذي جاء بالنسبة للإخوان صاعقا تمت كما تقول أوساط مقرر من جماعة الإخوان أن عملية الانتخابات تمت وبشكل سري. هذا الأمر وتنفيذ هذه الانتخابات أزعج الحكومة التي يعني ربما قررت اليوم أن تدخل في مرحلة تكسير العظم مع جماعة الإخوان المسلمين في مرحلة مستمرة لمعركتها الطويلة منذ أكثر من نحو عامين عندما وافقت على ترخيص جماعة تحت مسمى جمعية جماعة الإخوان المسلمين لأعضاء منشقين عن الجماعة الأم. ردود الفعل حتى الآن هي فقط من قبل الجماعة وقياداتها التي ترفض مثل هذا القرار، هو تصعيد أمني خطير بالنسبة لها. هذا الحركة هي أكبر مكون سياسي معارض في البلاد، التدخل بهذه الطريقة وإغلاق مقره بالشمع الأحمر بالنسبة لها خط أحمر وتصعيد خطير جدا. كل هذا ما جرى اليوم هو تراكمات عما جرى سابقا، يعني قبل تقريبا شهرين تم إغلاق مقر للجماعة أيضا في مدينة العقبة جنوب الأردن، أيضا قبل ذلك تم اعتقال أو سجن نائب المراقب العام زكي بن رشيد بحجة ما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن كل هذه الأزمة تكبر بشكل أكبر نتيجة لمهرجان نصرة القدس ونصرة فلسطين الذي قام به جماعة الإخوان المسلمين عندما رفعت شعارات عالية وكان هنالك عرض عسكري لكوادرها، وهو ما أثار بلبلة وقلقلة لدى الأوساط الأمنية الأردنية التي رفضت مثل هذا الأمر. يعني يمكن أن تخرج في مسيرات وشعارات لكن أن تكون تنظم مثل هذا الحشد العسكري بزي عسكري وبمجسمات لصواريخ غزة، كل هذا الأمر أزعجها كثيرا وبالتالي أدى إلى تصعيد الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين وصولا إلى مرحلة اليوم التي أعلن عنها صباحا بإغلاق المقر. نعم، أشكرك جزيل الشكر معتز الخيسية مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من عمان. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الجيش المصري جيش شريف يمثل مصر للإخوان وللسلفيين. وقال السيسي خلال لقائه عددا من ممثلي المجتمع بقصر الاتحادية أن مصر لم تفرط في ذرة رمل من أرضها، وإن هناك محاولات تشكيك مستمرة للنيل من إرادة الشعب المصري. وأضاف السيسي أنه مصري شريف لا يباع ولا يشترى ولا ينتمي إلى أي فصيل سياسي. هكلمكم على الموضوع اللي انتوا كلكم عايزين تسمعوا عنه، اللي هو موضوع تعليم الحدود البحرية مع السعودية. انا هقول لكم جملة واحدة، احنا ما فرطناش في حق لينا ودينا حق الناس لهم. هقول تاني جملة واحدة، مصر لم تفرط أبدا في ذرة رمل من حقوقها وأعطتها للآخرين أو للسعودية، ده ما حصلش. اعترف وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون بتوقيع إسرائيل اتفاق نقل جزيرتي صنافير وتيران من السيادة المصرية إلى السعودية، كسر حاجز الصمت الرسمي تجاه الموضوع وأضاء على المصالح السياسية والاستراتيجية لإسرائيل من هذا الاتفاق. تقرير منال إسماعيل. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصري. الصمت الرسمي الإسرائيلي حيال الاتفاق السعودي المصري بشأن جزيرتي تيران وصنافير لم يدم طويلا. وزير الأمن موشي يعلون قال إن إسرائيل وافقت بل ووقعت اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية بعدما حصلت على ضمانات بشأن حرية الملاحة الإسرائيلية، وبأن الرياض ستفي بالتزامات مصر في معاهدة السلام إذا ما نقلت الجزيرتان إلى السعودية. إسرائيل كانت في عمق الصورة، فهي لها مصلحة واضحة في مضيق تيران. ويعلون بكلامه أكد أن تسليم الجزيرتين إلى السعودية جرى برضا إسرائيل والولايات المتحدة وموافقتهما. السعوديون تعهدوا أمام المصريين وعلى نحو غير مباشر أمامنا ومقابل الأمريكيين تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بالبند العسكري في اتفاق السلام على هاتين الجزيرتين. كلام يعلون أكد ما كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تداولته من علم إسرائيل المسبق ببنود الاتفاق ومناقشته على أعلى المستويات.
مصر لم تبلغ إسرائيل مسبقا بأنها تعتزم إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية فحسب، بل إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عرض هذا الأمر على المجلس الوزاري المصغر قبل إعلان هذا الاتفاق نهاية الأسبوع. عضو الكنيسة ورئيس الشباك الأسبق أفي دختر الذي رأى أن تعزيز العلاقات بين السعودية ومصر أمر إيجابي جدا بالنسبة إلى إسرائيل، وصف ما حصل بالتقارب الأهم الذي يحدث في السنوات الماضية في العالم العربي لكونه يعزز محور الدول العربية المعتدلة التي تعمل ضد إيران وحلفائها على حد تعبيره. مراقبون أشاروا إلى أن اتفاق الجزيرتين استمرار للاتصالات والمصالح المشتركة بين إسرائيل والسعودية، وأن موافقة إسرائيل على الاتفاق ما هي إلا طرف جبل الجليد للإجراءات السرية التي تنسج في الكواليس على خلفية المصلحة المشتركة بين إسرائيل والسعودية التي تتمحور قبل كل شيء على اعتبار إيران التهديد الأكبر. تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية استخدام وسائل تكنولوجية حديثة ضمن مهمتها لحفظ السلام في شبه جزيرة سيناء في مصر، ما قد يتيح لها خفض عدد أفراد قوتها المنتشرة في هذه المنطقة واستبدالها بطائرات من دون طيار لأسباب من بينها زيادة تهديد تنظيم داعش. ويشارك نحو 700 جندي أمريكي في عملية المراقبة في سيناء بعد توقيع إسرائيل ومصر اتفاقية كامب ديفيد، حيث اتفقتا على نشر قوات وبعثة مراقبين متعددة الجنسيات لمراقبة تطبيق الاتفاقية. أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني رسميا انتهاء التمرد والحركات المسلحة في إقليم دارفور غرب البلاد بعد بسط قواته سيطرتها الكاملة على منطقة سرونق وهي آخر معاقل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور دلول حديدان. لا تمرد في دارفور غربي السودان، الإقليم الذي أمضى سنوات في الصراع مع السلطة المركزية، يعلن الجيش السوداني اليوم خلوه التام من حركات التمرد. منطقة سرونق آخر معاقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في جبل مرة شمالا يسيطر عليها الجيش السوداني ويكسر شوكة المتمردين فيها بعد تطهيره لكافة محاورها وجبهاتها. ولايات الإقليم الخمس صارت كلها تحت سيطرة الجيش بعدما قضت نحو عقد من الزمن تجوبها الحركات الانفصالية الثلاث، العدل والمساواة وجيش تحرير السودان وحركة تحرير السودان، تبغي إخضاع السلطة المركزية لمنحها حكما ذاتيا. وتقول السلطة إن هذه الحركات تزج بأبناء الإقليم من قصر وشباب في شراك الصراع وترمي بهم حطاما في جهنم حربهم معها، تخطف الأبرياء وتقيد حرية المواطنين وتقطع طرق القوافل التجارية وتهدم أسس التنمية في الغرب السوداني. الفصائل المسلحة اتخذت طيلة الفترة الماضية جبل مرة شمال دارفور حصنا تقارع من خلاله السلطة. دارفور عنوان الصراع والاقتتال والموت يخوض منذ 3 أيام تجربة انتخابية يستفتى فيها سكانه على تقسيمه الحالي إلى 5 ولايات أو تجمع كلها في منطقة واحدة. استفتاء نابع من بنود اتفاق الدوحة لسلام دارفور الموقع عام 2011 مع حركة التحرير والعدالة. بقية الحركات الرافضة له ترفض أيضا نتائجه وتقاطع الاستفتاء الذي تراه سبيلا يتأبط من خلاله الرئيس البشير مصير الإقليم. بعد 3 أيام من دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في اليمن، ما زالت الخروق مستمرة منذ اليوم الأول للهدنة في مختلف المدن. فاطمة روماني. دخل قرار وقف إطلاق النار في اليمن يومه الثالث، لكن الخروق ما زالت مستمرة منذ فجر اليوم الأول للهدنة في مختلف المدن اليمنية. نبدأ في محافظة صنعاء، حيث أعلن مصدر عسكري يمني أن القوات التابعة للرئيس هادي هاجمت مواقع جبل السلطاء وشمال مفرق ضبوعة وجبل ملح والتلال الحمر وقرية الحول بمديرية نهم شمال شرق العاصمة. هذا في وقت استمر فيه التحليق المكثف لطائرات التحالف السعودي في أجواء مديرية سرواح غرب مأرب، مع استمرار اندلاع معارك متقطعة في أنحاء متفرقة من محافظة الجوف المحاذية لمأرب، حيث حاولت قوات هادي التقدم باتجاه مديرية الخب والشعف بالمحافظة إلى تعز، حيث تواصلت الاشتباكات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى في مناطق صالة وثعبات وحي الزهراء والجحملية شرق المدينة.
فيما تواصلت الخروق وذلك باستهداف قوات هادي لمواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية الوازعية جنوب غرب تعز، مع استمرار تحليق طائرات التحالف السعودي فوق المدينة. في المقابل اتهمت قوات هادي الجيش اليمني واللجان الشعبية بأنهم المسؤولون عن الخروق في تعز من خلال قصف أحياء المدينة. أما في البيضاء فاستهدفت قوات هادي مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية ذي ناعم. وفي محافظة حضرموت انفجرت سيارة مفخخة وسط مدينة سيئون أمام مقر فرع شركة النفط اليمنية. مصادر أفادت بأن 3 أشخاص كانوا على متن السيارة لحظة وقوع الانفجار وجرى نقلهم إلى مستشفى سيئون العام. والجدير ذكره أن تنظيم القاعدة يسيطر على مدينة المكلا مركز المحافظة منذ نيسان أبريل من العام الماضي، فيما عزز انتشاره في مناطق مختلفة من وادي حضرموت. نقلت السلطات اليونانية 400 لاجئ من مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية المقدونية إلى مراكز استقبال أعدت لهم شمال اليونان. هذا وطالبت المفوضية الأوروبية أثينا بتقديم خطة لضبط حدودها. تقرير زهرة ديراني. القارة العجوز غارقة بأزمة اللاجئين، هارمت قضيتهم قبل أن تجد حلاً. كل الحدود مغلقة حتى إشعار أوروبي آخر. الأوضاع في مخيم إيدوماني مزرية، خيامه التي تضم أكثر من 11,000 لاجئ ما عادت تتسع. أمام هذا الواقع قرر بعض اللاجئين الانتقال إلى مكان آخر، حملوا ما استطاعوا حمله من المخيم الواقع عند الحدود اليونانية المقدونية وانتقلوا إلى الحدود الشمالية لليونان حيث أعدت مراكز خاصة لاستقبالهم. 47 يوم كنا هون ولكن لا فائدة، هون ما يفتحون الباب، فقررنا أن نرجع لنقطة جديدة. اليونان وعد بأنها ستبدأ بث طلبات اللجوء المتراكمة خلال الأسبوعين المقبلين. من جهته أمل الاتحاد الأوروبي بعض الوقت لتقديم خطة عمل لضبط حدودها، وإذا عجزت أثينا عن ذلك خلال الفترة المحددة فإن المفوضية ستطلب من الدول الأعضاء تمديد الرقابة المفروضة على حدودها لمدة 6 أشهر إضافية بهدف وقف تدفق اللاجئين. سمعنا قصصا كثيرة من الناس هنا عن معاناتهم، هم يريدون مغادرة هذا المكان إلى مخيم آخر نتيجة ما يعانونه في هذا المخيم. المفوضية الأوروبية أعربت أيضا عن قلقها من رغبة النمسا في بناء سياج لإغلاق الطريق أمام المهاجرين عند ممر برينر الذي يعد من نقاط المرور الرئيسية مع إيطاليا. وبالرغم من كل الإجراءات الأوروبية الرادعة واللاإنسانية أحيانا تتشابك أيدي اللاجئين القابضين على حلمهم بدخول أوروبا. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميلتي إليسار كرم. تفضلي إليسار. شكرا لك. أهلا بكم. استبقت قوات الحرس الوطني الكويتية الإضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال البترول اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وتوجهت القوات لحماية بعض المواقع النفطية ومحطات الغاز المسال من دون تحديد سبب لاتخاذ هذه الخطوة أو ما إذا كانت هناك تهديدات مباشرة تلقتها الأجهزة الأمنية. ويهدف الإضراب إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع قانون جديد يعيد هيكلة المستحقات المالية والمزايا الوظيفية. في فنزويلا اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بعرقلة الاتفاق بين منتجي النفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها. وفي كلمة تلفزيونية قال مادورو إن حجم الضغوط الأمريكية لمنع استقرار أسواق النفط يشبه الحرب على الحكومات ورؤساء الدول. وأضاف أن صانعي السياسة الأمريكية لديهم هوس مدمر بشأن روسيا وأوبك والحكومة اليسارية في فنزويلا. يذكر أن 18 دولة أكدت أنها سوف تحضر اجتماع الدوحة المقرر في 17 من الشهر الجاري للبحث في إمكان تحديد سقف الإنتاج النفطي. روسيا تخطط لعقد منتدى في 20 نيسان أبريل يجمع منتجين عالميين للطاقة ويهدف إلى بحث نتائج الاجتماع المقرر عقده في العاصمة القطرية. وكانت روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر قد اتفقت في شباط فبراير على تجميد إنتاج النفط عند مستويات كانون الثاني يناير شرط أن يتقيد كبار المنتجين الآخرين بذلك.
ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 6,200,000 برميل الأسبوع الماضي، ما فاق التوقعات وفق ما قال معهد البترول الأمريكي، وبذلك يصل حجم المخزون إلى أكثر من 536 مليون برميل. هذه الوفرة في المخزون النفطي تزامنت مع استمرار الاستقرار في الطلب، ما أدى إلى تراجع السعر العالمي لكل من الخام الأمريكي وخام برنت. المخاوف من التباينات في توجهات الدول النفطية تقود أسعار النفط إلى التراجع، حيث تخوف المستثمرون من فشل اجتماع المنتجين المزمع عقده في الدوحة. وأدى تأكيد وزير البترول السعودي علي النعيمي أن بلاده تستبعد خفض الإنتاج في وقت تتعاطى الحكومة الإيرانية بفتور مع اجتماع المنتجين في الدوحة، وتسعى إلى تعزيز معدلات إنتاجها. دهم محققون من مكتب النائب العام البنمي مكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة، وهي محور فضيحة وثائق بنما. وقالت الشرطة البنمية إنها تبحث عن وثائق لتأكيد الاستخدام المحتمل للشركة في أنشطة غير مشروعة، ولا سيما أن الشركة متهمة بتغطية عمليات التهرب الضريبي والتحايل على القانون. ويشار إلى أن شريك المؤسس رامون فونسيكا قال إن الشركة لم تخرق أي قوانين، وإن هناك مؤامرة عليها واعتداء على سرية عملها. يستمر إضراب المراقبين الجويين في العاصمة البلجيكية بروكسل، ما أدى إلى تعطيل الحركة الجوية في المطار وإلغاء بعض الرحلات. ويأتي ذلك بعدما أعيد افتتاح المطار جزئيا في 3 نيسان أبريل وسط إجراءات أمنية مشددة عقب التفجيرين اللذين وقعا في 22 من آذار مارس. ويطالب العاملون في هذا المطار الذي يعد الأكثر ازدحاما في أوروبا بتعديل قانون سن التقاعد. حققت الصادرات الصينية نموا ضخما يصل إلى 19% في آذار مارس الماضي، في حين تراجعت الواردات أقل من 2% في الفترة نفسها. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من العام الحالي زادت 4.5% لتبلغ 34 مليار، ما يؤشر إلى إمكان تحقيق نمو يفوق المتوقع عند 7%. بهذا الخبر نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك كمال. شكرا جزيلا لك. انشق الحزب التقدمي في البرازيل عن حكومة الرئيس ديلما روسيف، موجها ضربة قوية إلى روسيف التي تحاول تفادي عزلها من منصبها. روسيف كانت قد استنكرت ما قالت إنها مؤامرة لإطاحتها، وأشارت إلى أن نائبها ميشيل تامر هو أحد زعماء المؤامرة. تتوالى الضربات التي تتلقاها الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، آخر ما تواجهه رئيسة البلاد التي تسعى إلى تفادي محاكمة في البرلمان قد تؤدي إلى عزلها من منصبها، هو إعلان الحزب التقدمي انشقاقه عن حكومة روسيف. رئيس الحزب التقدمي سيرون جويرا أكد بعد القرار أن الحزب سيسلم جميع المناصب الوزارية التي يشغلها. الصفعة الجديدة تأتي عقب توصية لجنة برلمانية بإقالة روسيف، وذلك قبل أيام من تصويت حاسم على الأمر في جلسة علنية للنواب. التوصية اعتمدت بأغلبية بسيطة بعد أن أيدها 38 نائبا مقابل معارضة 27. وفي حال صدق مجلس النواب بأغلبية الثلثين الأحد أو الاثنين المقبلين، فإن إجراءات الإقالة ستستمر أمام مجلس الشيوخ الذي يملك الكلمة الفصلى في هذه المسألة. الحقيقة هي أن هذه أكبر عمليات احتيال قضائي وسياسي في تاريخنا، وحتى وإن تم التصويت على الإقالة فإن تقرير لجنة الإقالة هو أداة في هذا الاحتيال. ما يحصل سياسيا تصفه روسيف بالانقلاب ضدها، بل ذهبت إلى حد اتهام نائبها ميشيل تامر بالضلوع في المؤامرة، وقالت إن رسالة صوتية وجهها تامر تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الدليل على المؤامرة. وفيما تنتظر روسيف إجراءات العزل القانونية بعد السياسية بحسب ما يرى مراقبون، قالت رئيسة البلاد إن البرازيل تعيش زمنا غريبا، وصفته بأنه زمن المهازل والخيانات. والآن إلى عبير الذوادي وأخبار الرياضة، تفضل يا عبير. شكرا لك كمان. أهلا
بكم. ما كان يخشاه ديتر هيكينغ حصل. قلب ريال مدريد تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية رونالدو فعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مدرب فولفسبورغ هنأ ريال بفوزه في إياب ربع النهائي وأشاد بإنجاز النجم البرتغالي. هيكينغ قال: خرج فولفسبورغ مرفوع الرأس، احتاج إلى هدف واحد وإذا بركلتين ركنية وحرة طيحانه خارجا. بدوره زين الدين زيدان وصف الدون بأفضل لاعب في العالم بجدارة واستحقاق. زيزو أثنى على احترافية البرتغالي وكيفية إظهار مقدراته أو مقدراته في الأوقات التي يحتاج إليها الفريق. مقارنة بموسم سيء فالأمور لا تسير بهذا السوء. لم أكن بالمستوى الذي اعتاد الناس عليه بسبب إصاباتي الصغيرة. خلال الأشهر الأخيرة أصبحت أفضل بدنيا، أرغب في الاستمرار على هذا النحو لنهاية الموسم. رويدا سنظهر أننا فريق يمتلك لاعبين كبار ويمكننا القيام بشيء هذا العام. سنكافح في الليغا وأتمنى التتويج بدور الأبطال. نحن مدينون للجمهور حقا. رونالدو لاعب فريد، ربما في مواسم سابقة كنت لأفضل منافسا على آخر لمواجهته، لكن الأمر سيئان بالنسبة لي اليوم. بدوره حمل لوران بلون نفسه مسؤولية خروج باريس سان جيرمان في إياب ربع النهائي. مدرب البي اس جي دعا الفريق إلى تحليل أسباب الإقصاء أمام مانشستر سيتي بعد هدف دي بروين. بلون كشف لاعبيه عن بذلهم مجهودا كافيا على أرض الملعب على أن يجري تدارس الأخطاء الواضحة. مانويل بيليغريني أشاد بلاعبه البلجيكي وحيا إغويرو برغم إضاعته ركلة الجزاء. المدرب التشيلياني استغرب الانتقادات الموجهة إلى السيتي عن مشواره في دوري الأبطال في الموسمين الأخيرين. في دوري السلة الأمريكي للمحترفين فوز مهم لأنديانا بيسرز يضمن له المركز السابع في المنطقة الشرقية. الانتصار الثاني تواليا حققه بيسرز أمام نيويورك نيكس ب 102 ل 90 نقطة. بول جورج وجورج هيل تقاسما 38 نقطة وضمن تأهل أنديانا إلى الأدوار الإقصائية لملاقاة تورنتو رابترز. ديريك ويليامز كان أفضل المسجلين ب 21 نقطة، لكن مجهوده لن ينعش أمل نيكس خارج من إطار منافسات البلاي أوفز. مناورة جديدة للشرطة البرازيلية بهدف حماية فعاليات أولمبياد ريو دي جانيرو على أفضل وجه. عناصر الشرطة أجروا تدريبات البحث عن عبوات ناسفة على المدرجات، وشملت المناورة ضبط حالات الخطف بالسلاح الفردي والتعامل مع المجرمين. تدريبات السلطات الأمنية البرازيلية تتزامن مع احتضان ريو فعاليات مؤتمر الأمن والدفاع في أمريكا اللاتينية حتى يوم غد. نهاية الموجز الرياضي، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وإياكم إليك كمال. عبير شكرا جزيلا. الظهيرة انتهت في ختامها، تذكير بالعناوين: عراق بالأيدي بين نواب كرد ونائبة عن دولة القانون في البرلمان العراقي بعد مطالبات بإقالة الرؤساء الثلاث. السوريون يواصلون الاقتراع في الانتخابات التشريعية والأسد يرى في حماسة المشاركين ردا على الإرهاب. الأمن الأردني يخلي مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان ويغلقه بالشمع الأحمر. لا نعرف المبررات ولا الدوافع السياسية، لكن ما في شك ولا غائب عن الكل أن الجماعة تتعرض لضغوطات حكومية. إحنا ما فرطناش في حق لينا، ودينا حق الناس. السيسي يؤكد أنه لم يعطي ذرة رمل مصرية للسعودية، وأن الهدف من الحملة هدم قدرة الدولة وإفقادها معنوياتها. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.